عن منطقة اسمها تقاطع المأمون، مشروع إنشاء شوارع جديدة بتقاطع المأمون، تتضمن أعمال تقسم إلى 3 زونات، زون الأول هذا وعندنا زون 2 وزون 3. العمل الموزع تقريبا يغطي المرحلة الثانية مال أعمال إنشاء الشوارع. الأعمال الأولى إيش كانت؟ إيش تتضمن المراحل الأولى؟ هم إنشاء شوارع بس تقريبا بالمنطقة الأولى، الزونات اللي ما داخلة بعملنا حاليا. تبديل تربة تتضمن وحدل وأعمال التسوية والتيكلة، وبعدين عندنا أعمال بناء القالب الجانبي ضمن القاعدة والجيتر والتفاصيل كاملة مالته، بعدين عندنا شوارع تكون الصب واستخدام البي آر سي. أهم المعوقات اللي تواجه عملكم أثناء المشروع؟ الحمد لله حدا ما عندنا أي معوقات، الشغل ماشي بصورة جيدة ما بي أي مشاكل. هاي الأعمال المواد المستخدمة تخضع لفحوصات مختبرات؟ أكيد طبعا، أكيد مختبرات اللي أكون نتعامل مع مختبرات البلدية ومختبرات الجامعة جامعة الموصل. بالنسبة للكونكريت، بالنسبة لأعمال التسوية الترابية، كل فقرة تخضع أعمال الفحص المختبري. تحدثت عن الجوانب، بالنسبة للشارع الوسطي راح يكون كونكريت؟ كونكريت لا كونكريت ومسلح بي آر سي، مسلح بالبي آر سي الشارع. أي نعم، يتناسب مع الشوارع الداخلية. أكيد إنه المنطقة تحتاج إنه لا يصير بها تكسرات مستقبلا، ما بيصير الكونكريت يكون أقوى ما بي أي مشاكل مستقبلا مع طبيعة المنطقة.